مساكم الله بالخير من برنامجكم الاسبوعي نون اللي راح نتكلم فيه اليوم وبالتحديد عن الدايت او عن انواع الانظمه الغذائيه المختلفه. كثير منا اليوم نشاهد انظمه غذائيه اصبحت هاجس حق كل النساء يعني كيتو رجيم الصيام المتقطع رجيم البحر المتوسط وغيرها كثير من المسميات اللي نحتار احنا النساء من وين نبتدي وشلون اقدر انا استمر على اه نظام غذائي معين بدون ما امل وبدون ما انا اقول هذا مناسب لي لا صديقتي اضعفت على هذا اه النظام فاروح اه حق نظام ثاني ويخترب بعدين يعتفس كل شيء لا اني اللي ضعفت ولا اني اللي حافظت على وزني عشان كذي حلقتنا لهذا اليوم يسعدني ان نستضيف معانا في الاستديو الاستاذه او الاخصائيه اخصائيه التغذيه العلاجيه الاستاذه هيا العلي في مؤسسه حمد الطبيه وايضا اخصائيه ايضا تغذيه في مؤسسه قطر الاستاذه غرور عبد الواحد حياكم الله. قبل لا نبتدي طبعا معاكم في تغيير انا حابه اسالكم يعني السؤال موجه لكم انتم الثنتين ايش الفرق بين النظام الغذائي والحميه الغذائيه اليوم لما انا قلت والله انا قاعده اتبع حميه غذائيه حميه غذائيه هي حميه يعني او دايت هي نظام يعتمد على الاقلال من السعرات الحراريه الموجوده في الاطعمه والمشروبات بهدف انقاص الوزن وتحسين الصحه بالنسبة حق النظام الغذائي هو نظام صحي متوازن يمكن كل شخص أنها يتبعه طبعا باشراف اخصائي تغذيه يحتوي على جميع العناصر الغذائيه او المجموعات الغذائيه الست الموجوده في الدلائل الارشاديه للتغذيه في دوله قطر. جميل، وايش المعايير اللي انا ممكن اعتمد عليها يعني استاذه غرور كاجراءات انا لازم اخذها قبل اتبع اي نظام غذائي؟ طبعا الحفاظ على الصحه قبل ابدا باي نظام غذائي او حميه غذائيه من الافضل مثل ما قالت استاذه هي مراجعه اخصائي التغذيه. المراجعه هذه بعد السند على اني اشوف مثلا اخر ست شهور من فحوصات الدم قبل لا ابدا بالتلاعب باي سعرات حراريه انا ادخلها جسمي اتاكد من ان مثلا معدلات الحديد عندي كامله جسمي مو محتاج لاي شيء اضافي او حتى ادويه بمجرد اني انا ابدا النظام الغذائي. بين النظام الغذائي والعادات الغذائيه الصحيحه مرات ومرات الخاطئه، يعني راح نشوف احنا تقرير عام معاكم ومشاهدينا ومع ضيوفي الكرام يتحدث عن انواع الانظمه الغذائيه لليوم قاعدين نشاهدها من كل صوب ومن جميع وسائل التواصل الاجتماعي نشوف هذا التقرير العام ولا نعوده في عصر الحداثه والتطور لم يعد اتباع الحميه الغذائيه ثقافه بل تحول الى موضه الحميه الغذائيه واحده من الامور الاكثر استقطابا خاصه بالنسبه للسيدات لامتلاكها ادواتها الخاصه للترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي نظام غذائي مؤقت يهدف الى محاربه السمنه كما يجدر اتباعه في بعض الحالات المرضيه اما النظام الغذائي فهو نمط حياه صحي يجنبنا الوقوع بالسمنه وبالامراض الناجمه عنها ويحسن من صحتنا النفسيه والعقليه الحميات الغذائيه تغزو المواقع الالكترونيه واصبحت اليوم حديث الساعه فمنها ما يقوم على استهلاك الدهون بنسبه عاليه والبروتين بنسبه معتدله ومنها ما يعتمد على الامتناع عن تناول الطعام لساعات معينه وغيرها وقد تسبب الطلب عليها بانتشار الخرافات والمعلومات الخاطئه على شبكه الانترنت والسوشيال ميديا. وفي وقت يعتقد عدد كبير من النساء بان الكيتو هو الافضل، حل في المرتبه الاخيره في تصنيفات يو اس نيوز اند وورد ريبورت، بينما حصدت حميه البحر الابيض المتوسط وللعام الرابع على التوالي الميدالية الذهبية لأفضل نظام غذائي للعام 2021 لا شك بأن اتباع الأنظمة الغذائية الصحية أمر ضروري، ولكن علينا التأكد من قدرتها وفعاليتها في انقاص الوزن والخضوع للفحوصات الطبية مع خبراء وأطباء التغذية وذلك تجنبا للمخاطر الناجمة عن اتباع الحميات الغذائيه غير الملائمه ما قد يتسبب باضرار جسيمه تهدد صحتنا يعني مثل ما شفنا مشاهدينا في هذا التقرير اللي يتكلم عن الانظمه الغذائيه الكثيره اللي اصبحت موضه آه ويعني كثير من مشاهير آه وسائل التواصل الاجتماعي اللي نسميهم مش مشاهير السوشيال ميديا او الفاشينيستات او البلوغر يتبعون بعض الانظمه اللي يمكن هي تناسبهم وهذا شيء اكيد بس ما تناسب المتابعين لهم فانا لو معجبه آه بواحده من هذه المشاهير ممكن انا اروح اقلدها وهذا المنتشر كثير يعني اليوم احنا قاعدين نشوف ضيفاتي ان كثير من مشاهير السوشيال ميديا قاعدين يوصلون حق متابعينهم ان هذا النظام نفع معاها هي بس النظام هذا ما راح ينفع كل المتابعين لانه يختلف من شخص لاخر فهل هذا يعني اليوم موجود عندنا احنا آه يعني في الوساطه الموجوده هل انتم تايدون فعلا ان انا لو انا اتبعت نظام غذائي انا مثلا شيخه اعلاميه نفع معي مثل نظام الكيتو هل الكل وهي اللي قاعده اشوفه انا ان المتابعين قاعدين يسالوني آه هل هو نفع معك اوكي نفع معي انا بس ما يصير انا اعطيك نفس نظامي فهل انتم تايدون هذا الشيء آه طبعا لا آه لان ما في نظام آه واحد يناسب الجميع كل واحد على, حسي... على حسب احتياج جسمه وال... والحاله الصحيه اللي هو ي... يمر فيها، على حسب ال... ال... الامكانيات الماديه، على حسب الاطعمه اللي هو يفضلها آ... يعني لازم يكون الغذاء او الحميه يكون مناسبه لي، مناسبه احتياجاتي، ملائمتني من جميع النواحي. آ... حساب السعرات الحراريه على حسب الطول والوزن وال... والعمر وال والنشاط البدني والجنس فراح يختلف ممكن ينطبق على واحد من من واحد من مشاهير السوشيال ميديا لكن ما راح يناسبني انا كهيئه كنظام حياه ممكن هم يتبعون النظام مثل مثل ما تذكرتي نظام الكيتو كفتره بسيطه لهم اسبابهم لهم يعني لهم اسبابهم اللي خلتهم يتبعون هذا النظام واحتياجاتهم لكن انا كنظام كيتو يمكن ما يناسبني كنمط حياه أنا أبي أبي أتبع أسلوب حياة أقدر أن أنا يكمل معاي الـ الـ النظام من غير ما يسبب لي أي مشاكل صحية. جميل أخذت غرور يعني أنت الحين أخصائية تغذية وأكيد مروا عليك كثير من الناس وسمعتي أنواع كثيرة من الدايت فهي إيش الأكثر شهرة من أنواع الدايت أو الأنظمة الغذائية المعروفة والمشهورة اللي ممكن حتى تجيب نتيجة مع الناس اللي قاعدين يجونك أو حتى اللي تشاهدينهم اليوم؟ يمكن نصيحتي للنساء بشكل عام انهم لازم يكونوا واعيين وانتقائيين حتى في نظام النظام الغذائي اللي يتبعونه مثل ما قلنا لازم كل النساء يكون عندهم الوعي الكافي انهم قبل لا يتبعون اي نظام غذائي يراجعون مع الطبيب يتاكدون انه فعلا هالنظام يتناسب معاهم يقدرون يستمرون فيه لصحه افضل قبل ما يكون السبب انه لخساره وزن او لزياده وزن نعم احنا اليوم سمعنا بعد في التقرير ما ادري معي او لاحظتوا تكلمت عن حميه البحر المتوسط فلو نشرح حق مشاهدينا اليوم ايش هي حميه البحر المتوسط ومن يقدر فعلا يتبع هذا النظام. حميه البحر المتوسط هي حميه تكون اغلبها تعتمد على الخضروات فيها نسبه يدخلون فيها نسبه من يكون فيها بعد زيت الزيتون دائما اللي شفتي اللي على الخريطه البحر المتوسط هذا اغلب الناس اللي يتبعونها اللي موجودين على اللي هي الدول الموجوده على يعني البحر المتوسط ايوه فلقوا أن دائما الناس اللي موجودين هناك نسبه يعني الكوليسترول يعني ايوه تعزز عندهم تحد يعني نسبه تعرضهم لامراض القلب وال والكوليسترول وال والسكري من النوع الاول من النوع الثاني عفوا اقل كل هذا بسبب انهم يتبعون نظام حميه البحر المتوسط البحر المتوسط من ممكن اللي يتبع نظام حميه البحر المتوسط يعني هل انا ممكن لو كنت اتبع نظام مثلا حين أنا اتبع الكيتو وتركته هل ممكن ان انا ارجع لهذه الحميه لحميه له البحر المتوسط واتبعها لها اضرار يخرب مثلا ديناميكيه الجسم؟ هو يمكن التنقل من نظام غذائي الى اخر احيانا ياثر على جسم الانسان او ياثر مثل ما قلتي على الديناميكيه، واحيانا يسبب بعض التعب او الخمول يعني دائما احنا ننصح انه لو حابين نغير نظام نظامنا الغذائي ننتقل من نظام غذائي الى اخر دائما الشيء يكون تدريجي. عشان لما ادخل مصادر جديده للجسم احاول اخذه من هذه النقله التدريجيه سواء من كان نظام غذائي نباتي او نظام البحر المتوسط وما الى ذلك وهذا التدريج يساعد الجسم في تقبل النظام الغذائي وفي نفس الوقت ما يفقد قوته ويقدر يكون محافظ على طاقته خلال يومك وممارساتك اليوميه. وفي شيء غريب بعد يمكن بعد انتم ملاحظينه معي ان اليوم مشاهير السوشيال ميديا هم نفسهم موديل او نموذج كثير من الناس يحتدون فيه وخاصة إذا كان هذا المشهور أو هذه المشهورة محبوب عند الجميع في نظام بعد طلعوا فيه بعض المشاهير وفعلا يعني ناسبهم بس اللي وراء الكواليس الناس ما يدرون عنه وهو إن أي نظام غذائي نتبعه لازم معه نظام رياضي فإيش الأنظمة اللي ممكن إحنا فعلا نسوي معاها نظام رياضي يومي او حتى نظام رياضي بسيط جدا. على حسب النظام ولا على حسب حاجه الجسم. خلينا نكون صريحين الرياضه اسلوب حياه أسلوب قبل, قبل ما تكون انها مصاحبه لاي نظام غذائي. بغض النظر عن نوع النظام اللي احنا ممكن ننصح فيه انا وهيا اعتقد انه راح ننصح بالرياضه بدرجه اولى قبل حتى نوعيه النظام المتبع او نوع النظام اللي احنا قاعدين ننصح فيه. ايش رايك هيا؟ اي وقبل احنا ننصح لازم نعرف هل هذا الشخص يقدر ان هو يمارس الرياضه او هو ممنوع مثلا من ممارسه الرياضه قبل لا احنا ننصح فيها هل مثلا الدكتور مانع مثلا من رياضات معينه هل هو اصلا نظام حياته يسمح له انه يتمرن او لا ففي وايد عوامل قبل لا احنا لا ننصح باي دايت او رياضه وحتى السن بعد يمكن يلعب دور هني كبير ان انا طول عمري ما اسوي رياضه فلما كبرت وطفت سن الخمسين مثلاً صدتني آلام في الركبة خشونة في الركبة آه عندي مثلاً آلام في, في الظهر ففجأة الدكتور يقول لي والله تعال أنت آه اليوم لازم تسوي دايت عشان تتحكم في نسبة الكوليسترول والسكري م. روح سوي رياضة المشي انزل أنا عندي خشونة في الركبة يا دكتور ففي كثير من الناس يتوقعون أنه ممكن الرياضة تأذيهم أكثر مما آه أو تضرهم أكثر مما تنفعهم فهني اليوم انا مع مريض مثل هذا شلون انا اقدر انزل من وزنه بدون ما يمارس هذه الاشياء طبعا حق نزول الوزن نحتاج عاملين اللي هو الدايت او الحميه الغذائيه مع الرياضه هذا لين عاملين مكملين لبعض يمكن المريض ما يقدر يسوي ساعة لكن يقدر مثلا يسوي عشر دقائق، يقدر يسوي نص ساعة، يقدر يسوي تنفع ساعت. عشر دقائق رياضة؟ بالتدريج بالتدريج راح نوصل لساعة. ف... لو قلنا نص ساعة خمس مرات بالاسبوع، ما قدر يسويها نص ساعة نقدر نجزئها عشر دقائق، عشر دقائق، عشر دقائق اثناء اليوم، تلقى انه هو يوصل نص ساعة أو ربع ساعة مثلا الصبح وربع ساعة، فكل واحد على حسب نمط حياته شلون، في ناس مثلا يقول ما عندي وقت اني أنا أتمرن ممكن نستغل الويكند ممكن مثلا أو نهاية الأسبوع أو مثلا ممكن أنه هو يتمرن قبل ليروح الدوام أو مثلا عقب ما يرجع، فإحنا نحاول ان نشوف الشخص نفسه شنو اللي هو يناسبه وعلى اساسه نقرر نوع الدايت او الحبيه الغذائيه والرياضه وفي ناس بعد يعتمدون على نظام او انظمه غذائيه وانا اشوفها انظمه مؤقته اللي هو يشيل الكرب الكربوهيدرات يشيلها تماما من النظام الغذائي يقول له عشان ما امتن فانا اشيل الكرب كله لان الكرب هو سبب السمنه فايش الاضرار الناتجه عن هذا الشيء وشلون انا اقدر يعني من خلال نظام الغذاء اللي انا قاعده اتبعه انقص شيء ولازم اوجد له بديل عنه يمكن التوازن شيء مطلوب بالذات في المجموعات الغذائيه انتزاع مجموعه من النظام الغذائي شيء وايد كبير وايد خطر للامانه يمكن كثير من الناس مثل ما ذكرت يقول انا راح اقلل الكربوهيدرات او امشي على نظام غذائي اقل في الكربوهيدرات واكثر بالبروتين وما الى ذلك لكن دائما احنا نسعى للتوازن يمكن في هذه الحاله نقدر نتبع هذا النظام لهدف معين او مثلا عندي مناسبه قريبه عندي هدف معين ابي اوصل له. ممكن اني اتبع هذا النظام، لكن هذا النظام ما ينفع اني انا اتبعه لاسلوب حياه او نمط حياه الكربوهيدرات مهمه هي اللي راح تمدنا بالطاقه فلصحه افضل انا محتاجه اني ادخلها في نظامي الغذائي. احب اضيف على كلامها ان طريقه الصحن او ماي بليت هي طريقه ممكن تناسب الجميع اللي هي اغلب الصحن في الوجبات الرئيسيه يكون يشمل على الخضروات فيه يكون نشويات وفي نسبه بروتين لكن بكميات بكميات على حسب الحاله الشخصيه الحاله الصحيه لل نعم. للمريض واحتياج الجسم يعني راح يختلف يعني نقول نص الصحن خضره سلطه ايوه والباقي النشويات والبروتين ربع 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 بس باحتياج الشخص ممكن الشخص يحتاج اكثر على حسب الحاله الصحيه والحاله وال الصحيه واحتياج احتياج الجسم واستبدال السكريات بالفواكه والابتعاد عن الدهون المهدرجة والدهون المشبعة واستبدالها بدهون صحية نفس زيت الزيتون والزيتون والأفوكادو أو المكسرات بكميات معتدلة ونحاول نحن نخفف من نسبة الملح المضاف في الأكل هاي النظام ممكن تقريبا جميع الأشخاص ممكن طريقة يعني طريقة النظام تكون هالشكل يعني هو مش نظام هو مش نظام هو 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 طريقه صحيه نقدر نحط فيها جميع العناصر الغذائيه للجسم ممكن ناخذها نمط حياه واحنا راح نطلع فاصل ولكن في سؤالنا انا راح ناخذ ان شاء الله اجابته بعد الفاصل هو في بعض الامهات احنا دوم قاعدين نتكلم عن النساء في بعض الامهات لما يتبعون حميات غذائيه كل اهل البيت لازم يتبعون نفس نمط الغذاء هذا اللي قاعد تتبعه بعد الفاصل ان شاء الله مشاهدينا راح نجاوب على هذا السؤال ولا نعوده عودة لكم مجددا مشاهدينا بعد هذا الفاصل اللي سالنا قبل سؤال حق ضيفاتي لكن خلوني ارحب بانضمام الشيف حياه البحر حياك الله الله يحييك <applause> يسلمك طبعا احنا جايبينك اليوم عشان نشوف ايش التغذيه ماشيه معاك الكلام عجبك الكلام ممتاز. اللي قاله ولا لا ممتاز <applause> طيب فسؤالنا احنا كان قبل الفاصل عن الامهات اللي اليوم قاعدين يتبعون اي نظام غذائي في بعض الامهات يجبرون كل اللي في البيت انهم يتبعون نفس النظام، فهل هذا شيء صحي؟ وخاصه اذا كان عندها اطفال بعد. لازم الاخذ بالعين الاخذ بعين الاعتبار الفئات العمريه اللي موجوده في البيت، يمكن اني انا اجبر كل الاطفال او اجبر المسنين عندي او كبار السن في البيت على اتباع هذا النظام يكون شيء خاطئ وما يفيد صحتهم. فلازم اخذ بعين الاعتبار اللي موجودين في البيت اعمارهم ما يصير امشيهم على نفس النظام الغذائي. وجسمهم بحاجة كميات ممكن أكثر أو أقل أو بروتينات أكثر أو كربوهيدرات أكثر شيف اليوم قاعد نتكلم إحنا عن الأنظمة الغذائية ونظام الدايت إيش رأيك في موضوعنا حلقتنا اليوم؟ أولا يعني اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية يعني أنا في النهاية شيف يمكن شوية يعني أراعي ولكن من الناحية الدينية رب العالمين قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا بما معناته ان الدايت عندنا دايت رباني جاينا يعني من رب من رب العالمين ليش احنا نجبر نفسنا على دايت معين ولا نظام معين ولا خمسين جرام من البروتين ونعبي صحن سلطه عشان نشبع بطننا قبل لا ندش في النظام او ندش في الاكل الرئيسي بحيث ان احنا ندش واحنا شبعانين ناكل شوي وخلاص نقوم رب العالمين قال لنا كلوا كلوا كل اللي بخاطركم خاطركم ولكن باعتدال انه هو يا سلام صراحه هذا الراي السليم فعلا هو الاسراف في تناول نعم. مثلا بس كربوهيدرات او تناول بس بروتينات او تناول بس سكريات نعم. وتناول الاشياء المصنعه مش الطبيعيه صراحه يعني هي اللي تزيد الوزن فاحنا ما في حاجه للدايت هل تبي توصلينه والله مو بس تزيد الوزن يعني ممكن تاثر علينا جسديا امراض الى اخره يعني احنا مش عارفين هالمواد المصنعه من ايش مصنعه اصلا رب العالمين رزقنا كل هالاشياء من الطبيعه خلونا ناكل الموجوده خلاص نكتفي بالقليل اللي يكفينا ويعطينا الطاقه اللي احنا نحتاجها عموما احنا عندنا مشهد درامي يحاكي الواقع اللي قاعدين يتبعونا اليوم بناتنا ونسائنا كل وحده تبي تسوي نظام غذائي فنشوف هذا المشهد اللي هو شادو بلاي ولنا عوده مع ضيوفنا وانواع الدايت والله المشهد صراحة يعني فعلا يعني هو جزء كبير منه من الواقع يعني حتى انا مريت فيه فلما كنت اتبع طبعا نظام اغذية ثانية وبعدين سويت نظام الكيتو بس الحمد لله يعني طلعت منه. المشهد هذا يعني صدق فعلا يحاكي الواقع. شف حياة هل فعلا في اشياء اليوم بهارات او اعشاب فعلا تنحف؟ مثل ما قلت من قبل ان كل شيء في الطبيعة الله ما خلقه الا له فايده. لهم. في بعض الإبهارات اللي حاليا قاعدين يعني يستخلصون منها بعض الادويه مثل انواع الفلفل. هذه الفلفل لانه هو من المواد الحاره فيكسر الدهون في الجسم. عندك الاشياء الثانيه اللي رايحين عليها حاليا اللي هي الكركم، الكركم الفريش والزنجبيل والهيل والقرفه. والقرنفل ايضا هذه كلها اشياء تسرع من عمليه الايض لانها مواد حاره بالاضافه الى ان هي تعالج او مضادات للالتهابات انا اشوف ناس يحطون الصبح بعد ماي مع, مع ليمون ونعناع آه كمون وملعقه كمون نعم. واشياء نعم. ثانيه ينسون مرات والليمون نعم. فكل هذه الاشياء تساعد على حرق الدهون بالذات المتجمعه في البطن صحيح والله هي مثل ما قلت لك الكمون وكشور الليمون هذه كلها مواد تسرع من عملية الأيض بس يعني هي تحفز ولكنها مو هي سبب رئيسي نعم أبدا أخصائية هيا يعني مساعة من نتكلم عن نظام الكيتو أيوة. فلو تعرفين الناس اليوم وهم قاعدين يشاهدونا شنو نظام الكيتو وايش مخاطره وايش فوائده وحق من من اللي يتبعه اصلا المفروض؟ نظام الكيتو هو نظام يعتمد على نسبه الدهون تكون عاليه نسبه تقريبا يعني 70% تكون منها دهون. دهون بروتين واقل شيء يكون قليل بالكربوهيدرات. نظام الكيتو اشتهر بسبب سرعه نزول الوزن فيه لفتره بسيطه ولكنه ليس نمط حياه. ف... لما له من اثار جانبيه يعني ممكن يسبب امساك صعوبه بالنوم تعب ارهاق صعوبه ممارسه الرياضه دائما يستخدمونه حق الناس المصابين بالصرع والزهايمر في البدايه كان في البدايه كان يستخدمون هذا هو... الشيء بس الناس قاموا قاموا يستخدمونه ايوه هي. هو الدراسات الحديثه الدراسات الحديثه عن الكيتو كانت اغلبها لفتره لفتره زمنيه بسيطه او قصيره يعني اقل نعم. من سنه، فاحنا ما نقدر نعتمدها كنظام حياه او نظام غذائي للمدى البعيد. نعم. فعشان شيء احنا ما نقدر ان احنا ننصح به مدام إن ما فيه ما دام انه ما في دراسات كفايه تعتمد الكيتو كنظام غذائي للمدى البعيد. طيب غرور يعني إنتي تشوفين اليوم السوبر ماركتات وبعض المطاعم صاروا يعني يسوون اكلات وانظمه خاصه بالكيتو. يعني من كثر ما هو صار مشهور فعلا انه سريع في النزول والكل العالم يبون ينزلون بسرعه يعني يمكن شفنا اليوم في الشد بلاي بعد شفنا المراه يعني جنت ما عرفت تتبع ايش تاخذ ايش عشان تنزل فاليوم نظام الكيتو صار فعلا هو النظام الاشهر للنزول ايش رايك في الموضوع هذا أه شيخة في معلومة وايد مهمة ترتبط أو تتعلق بنزول الوزن دائما إحنا عندنا في التغذية الوزن اللي إحنا ننزله بسرعة يكون بعد نرجع نكسبه بسرعة فدائما أنا أنصح النساء أو حتى فئة الشباب أقول لهم إذا حابين تنزلون خلوا النزول يكون بطيء وطبعا النزول هذا البطيء جيد لسبب أنه صعب استرجاع هذا الوزن بسرعة فسواء كنت تتبع الكيتو أو غير الكيتو دائما لازم أخلي في بالي نقطة أساسية أن نزولي يكون بطيء وما يزيد عن أربعة كيلو في الشهر يعني مثلا سبعة كيلو 10 كيلو في الشهر هذه قاسيه للجسم ومتعبه للجسم ممكن تدخل الجسم في متاهات ومضاعفات هو بغنى عنها. نعم، شوفي حياه اليوم انت طبعا ما شاء الله معروفه بطبخاتك واكلاتك الشعبيه اكثر. تشوفين الاكلات الشعبيه ممكن نطلع منها نظام غذائي صحي؟ والله مثل ما قلت النظام الغذائي تقليل الكميات. لما احنا نراعي الكميات اللي احنا ناكلها بيعتبر كل كل اكل في الدنيا نظام غذائي وصحي بس ان احنا نكم نقلل الكميات اللي احنا ناكلها الاكل الشعبي فيه الكثير من البهارات فيه الكثير من الدهن مثلا احنا عندنا مثل يقول لك لما تدهنين عيشك تدهني دهان ام لا تدهنين دهان مرتبو يعني هاي دليل على ان احنا المربل. سخاء سخاءنا حتى في دهنتنا للعيش دهنتنا للاكل اللي احنا نطبخها عاد فيهم كرم عاد بني يغرقوا لك إيه العيش بالدهن <applause> يشبهونا بكرم الام يعني شوفوا تخيلي يشبهونا بكرم الام في احسن من كرم الام مثلا لا طبعا أكيد طبعًا. ما فيه. آه اذا قللنا كميه الدهون قللنا كميه السكر اللي نحطها في العصيده وعقب لما نهم، نملسها بالدهنه بعد نقلل شوي واحنا <applause> داخلين على داخلين على شتاء فيعني هاي كلها هاي الأش... هاي اساليب يعني مثل ما قالت الاخت اسلوب حياه نمط حياه قللي الاشياء وكليها باعتدال ولا تحرمين نفسك عشان بعدين لان رديتي وانت خاطرك فيها ما تطبين فيها تقلينها بكميات كبيره ما تقدرين توقفين معاها اكيد خصية أه هي اليوم بعد أه في انظمه غذائيه ثانيه اللي هو أه نقول فيجن والفيجيتيريان ايش الفرق بين هذا النظام وهذا النظام؟ كلهم <applause> انظمه نباتيه، هاي اللي احنا <applause> نعم. متفقين عليه، إيه؟ يمكن الفرق بين الفيجن والفيجيتيريان بيكون في تناول الطعام او <applause> الطعام اللي مسموح لهم ياكلونه. الفيجيتيريان ياكلون البيض وياكلون المشتقات الـ 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 <تصفيق> الألبان <applause> والعسل، لكن الفيجن ما ياكلون اي مصادر حيوانيه، فما ياكلون البيض وما ياكلون هذه المشتقات. <تصفيق> <تصفيق> يمكن شيء وايد احب انوه عليه وأرد أقوله مرة ثانية الانتقال من أي نمط حياة إلى نمط حياة نباتي يتطلب مراجعة مع طبيب يتطلب آه تشكب أو تحاليل مراجعة روتينية أكيد بالذات حق تحليل الدم آه أستاذة هي أيضا في نظام الصيام المتقطع وبعد هذا اللي صار آه نظام يعني حياة لبعض المشاهير انه يصوم اشارككم شيء عن الصيام المتقطع يمكن انا من الناس اللي يتبعون الصيام المتقطع بدون قصد لكن اشوفه من من الانظمه الناجحه او من العادات الصحيه الجيده أه شنو فكره النظام الصيام المتقطع نعم. الصيام المتقطع هو اني انا اتناول الطعام مثلا لثمان ساعات في اليوم واصوم ل عشر ساعه والبعض يصوم الى 16 ساعه صحيح. ممكن اتباع أه هذا الصيام المتقطع مرتين في الاسبوع او ممكن بشكل يومي عني شخصيا انا من الناس اللي عقب الساعه 8 ما ياكلون شيء فالطبيعي مالي اني من بعد 8 المساء لين 8 صباحا تكون وجبتي مالت الافطار وبالتالي اكون حققت الصيام المتقطع ولكن مثل ما قلت لك بدون قص لان بالنسبه لي هذا نمط حياتي اني انا ما افضل تناول الطعام في اوقات متاخره بس هو الصيام المتقطع يعتمد أنه انا ما اكل يعني انت لو وقفتي الساعه 8 بس انا قاعده اشرب سوائل اشرب شاي اشرب ينسون اشرب بابون الى اخره من السوائل آه في اهم شيء صحيح. ما يكون فيها حليب او مهم. ما يكون فيها سكر صح. بعد ما أنا قلت لكم السبت. اهم شيء ترى السكريات يمكن اليوم بعد احنا كثره آه يعني او نقول مشاغل الحياه نبي اشياء سريعه وفي نفس الوقت تعطيش طاقه مهم. وهذا اللي اعتمد عليه فعلا في التسويق اليوم ايضا نشاهد كثير من المطاعم اللي تقول لك والله هذا كيتو او هذا فيجن بس فيه نسبه سكر تكون عاليه، آه فش كثر السكر اليوم يلعب ايضا في انظمتنا الغذائيه؟ نتكلم مع الشيف حياه لان انت تتكلمي عن الاكلات الشعبيه والعصيده والقيمات أيوة. انا صراحه يعني الحين تعيدي شي بخاطري الحين فلشته بالذات. اكلاتنا كلها والله مليانه سكريات ولما احنا ندور الاشياء السريعه الاعداد المعلبات الاشياء المجففه اللي بس الصبين عليها الماي بنلاقي لو لو فتحنا بس وشفنا الاشياء المكتوبه بنلاقي نسبه السكر فيها كثير عاليه كل لكن احنا عمد. نكتفي فيها نكتفي فيها لان هي سريعه اوكي وتسد جوعنا واحنا طالعين ما عندنا وقت ان احنا نقعد برواقه وناكل وجبتنا الصحيه دائما اونجو يعني اي وهذه بعد شف هي يعني من الاشياء اللي فعلا فرضت علينا اليوم الحياه ان احنا مو بس نتبع نظام غذائي انا كامراه سواء كنت امراه عامله ولا عندي اشياء ثانيه او اهتمام بعيالي ايضا الانظمه الغذائيه هذه محتاجه صبر محتاجه ان انت فعلا تسوين هذه الاكلات في البيت هل انت تأيدين ان الام اليوم او المراه تسوي نظامها من بيتها ولا تشتري الاشياء من برا؟ أه ما نقدر نعمم لان كل واحد له ظروفه و... و... ونمط حياته يعني وامكانياته نعم. بعد. فالواحد يقدر انه هو يخطط حق الوجبات مثلا نهايه الاسبوع او بدايه الاسبوع، انا مثلا عامل حسابي طول الاسبوع باكل كذا كذا كذا، صار ظرف ممكن اني انا الجا حق اماكن الدايت، صار ما يعني ما ظروفي ما تسمح لي يا اني انا احضر بالاسبوع او باليوم. يعتمد على شق ناس مثلا ما تحب مثلا اماكن دايت تحب انها من نفسها تسوي تسوي من نفسها وبعدين يعني. انت ايش كثر راح تستمرين على اماكن الدايت سنتر شهر شهرين بالنهايه لازم انت تاخذينها كعاده عندك كنمط حياه اسلوب يناسبك على المدى البعيد يعني نعم وفي كلمه مهمه ذكرتها هي اللي هو التخطيط لليوم او مفهوم التخطيط من اكثر الاشياء اللي تخلينا احنا نلتزم في نظامنا الغذائي ان احنا نخطط ليومنا أخطط بكره شنو راح آكل، في الجمعه معزومه على عرس مثلاً شنو راح آكل؟ مفهوم التخطيط أو تخطيط الطعام هذا يساعدني في إني أنا ألتزم أكثر ويكون عندي مسؤوليه بالالتزام تجاه نظام الغذائي. أكيد صح. وفي بعد نظام غذائي اللي هو نظام ديتوكس يمكن سمعتوا عنه أكيد أو تعرفونه أه أيضاً كثير من البنات اليوم أو النساء يتبعونه على الأقل مره في الشهر. فهل فعلاً هو مناسب للجميع؟ اقدر يعني الصغيره البنت الصغيره والبنت الكبيره تقدر تتبعه. ما يميز الديتوكس انه هو مستخلص من الفواكه او من الخضروات فنشوف مرات يكون على شكل سموثي، مرات على عصائر طازجه فاللي يميز انه هو يحتوي على خضروات نعم. وفواكه بنسبه عاليه والياف بنسبه عاليه، فهو بديل او حل جيد لو مثل ما قلتي نستخدمه مرتين في الشهر، مره في الشهر، لكن ما نفضل ان الواحد يتم عليه لفترات طويله. نفضل ان هذه السعرات الغذائيه تكون من مصادر طعام اكثر من كونها بس من مصادر مشروبات او سموثيز ايش كثر ممكن اتبع يعني انا هي وغرور وحتى شف ايش كثر يعني اقدر اشرب المشروبات هذه كم يوم يومين ثلاثه اربعه كم يعني يوم يعني في فكرتين للمشروبات في ناس اللي تتبع الديتوكس اليوم كامل اللي هو يعوضها عن كل السعرات الحراريه خلال يومها وفي ناس تستخدم الديتوكس مثلا في بدايه يومها انها تشرب ماء بوجود الخيار او بوجود الفواكه هاي يعتبر انه شيء صحي او عاده صحيه يوميا ان يمارسونها النساء نعم يعني يعني اليوم احنا لما نشوف كثير من الانظمه الموجوده في الساحه فعلا نحتار نحتار ايش النظام اللي يناسبني بس مهم جدا ان احنا نلجا للاختصاصي اللي فعلا يوجهنا للطريق الصحيح فاصل مشاهدينا وراح نكمل فقراتنا فكونوا معانا عوده لكم مره اخرى مشاهدينا احنا كنا نتكلم قبل الفاصل عن الديتوكس راح نستكمل طبعا هذا الكلام استاذه هيا يعني اليوم الديتوكس ايضا في ناس يتبعونه يومين ثلاثه مثل ما قالت استاذه غرور في بعض مشروبات بس فهل هذا شيء فعلا صحي وهل هو فعلا ينحف؟ أه لا هم ما يستخدمونه للتنحيف يستخدمونه بس لتنظيف الجسم أه يعتمد الهدف من من الديتوكس يعني في بعض الناس يستخدمونه كإنقاص وزن وفي بعضهم لا يستخدمونه كتنظيف فراح يختلف الهدف مالي ايش ايش ليش انا استخدم الديتوكس بس هل هو نظام حياه ارجع لكلمتي الاولى هل, هل اقدر انا استمر عليه مدى حياتي لا هو مش نظام حياه لكن انت تنصحين فيه انه يسوونه يعني مثلا في الشهر مره يعتمد على الشخص هل هو يحتاجه او لا على احتياج الشخص على احتياج الشخص شف حياتي في ناس دكتوره استاذه عفوا في ناس وايد يعانون من احتباس الماء في جسمهم م. فلما يروحون عند أخصائيين تغذية يقولون لهم حاربي الماي بالماء كثري من شرب الماء على أساس جسمك يتخلص من الماء المخزون داخل جسمك ولكن لما أنت تشربين ماي أكثر من طاقتك لما يقول لك لا لازم تشربين من 2 إلى ثلاثة لتر في اليوم كميات الماء الكبيرة ترى تغرق الخلايا داخل الجسم كل من زاد الشيء عن حده ينقلب ضده ترى مو يعني معناته انه لما اشرب ماي زياده راح اتخلص من الماي المتجمع في جسمي أه. الا اذا كان في تدخل طبي من هالناحيه ايش <applause> رايكم؟ <applause> لكن تعقيبا على كميات الماي احنا دائما ليش ننصح بهذه الكميه من الماي؟ يمكن في ناس متعودين من من عمر صغير او من عمر انهم ما يشربون ماي فبالتالي تكون الوظائف في الجسم او مثلا وظائف الكلى والكبد وما الى ذلك محتاجه لهذا الامتداد من الماي نعم. فاحنا لما نقول ثلاثة لتر احنا ندري ان الشخص اللي عمره ما شرب ماي ما راح يقدر يوصل لهذا حتى لتر الرقم ما رح أشرب آه <applause> لتر ما راح يشرب <applause> وهذا هو المقصد ما راح يقدر يغطي احتياجه نعم. من الماي بهذه السهوله وبهذه السرعه لكن ارجع التدريج. واقول التدريج في التغذيه جدا م. مهم اني اوصل للثلاثة لتر تتطلب وقت وتتطلب جهد والله عسكم ممكن تتعب الشخص بحيث انه تخليه يروح على الحمام كثير لان جسمه مو متعود ويكره المي ويكره اللي راح فيه حق الاحصاء لان الكميات بتكون مثل ما قلنا كبيره صحيح احنا خلينا احنا خلينا على الموضوع اي أيوة بالنسبه أيوة حق احتباس السوائل ممكن نحن نقلل نسبه الملح اللي احنا نحطها في الاكل <applause> نستعيد عنها بالبهارات بقول, <applause> بقول لك مثل بقول لك مثل ابائنا الاولين ايش كانوا يقولون لان يوم وذاقوا الاكل ولقوه ما في ملح يقولون ايش دعوه اكل <applause> <applause> يعني فاحنا ابدا يعني صدق ممكن <applause> نعتذر كمية إيه؟ الملح ولكن نستغني عن كميه بسيطة الملح إيه؟ في الاكل بعد مهما كان بعد هو من المعادن المهمه للجسم او حتى إيه؟ نحط اشياء ثانيه تعوضنا على الملح اللي هو الفلفل الحار لما يكون الاكل انا انا هي بالنسبه لي جربته لو إيه. قللت الملح تقريبا ما احط وازيد كميه الفلفل آه خلاص احس بطعم الحراره اكثر ما احس بطعم اللي, اللي عندك الفلفل يعني. عندك <applause> البهارات بشكل عام عندك الليمون هذه كلها اشياء نقدر ان احنا نقلل نسبه <تصفيق> الملح <تصفيق> يعني الملح في الاكل احس انه هو اللي يوازن كل هالمكونات مع بعضها هو اللي يربطها مع بعض <applause> اذا ما <applause> فيها ملح صعبه صراحه كل كله بدون ملح <applause> طيب ايش رايكم احنا اخذنا الحين رايكم خلينا نروح ناخذ راي الشارع نشوف راي الجمهور ايش يقولون عن دايت والانظمه الغذائيه ولا نعوده الصراحه عمري ما عملت دايت يعني في حياتي بس يعني بحس لو مثلا عملته ممكن ما التزم في البدايه. لا ما بعملش دايت اكل صحي بمشي على نظام سعرات اشوف ليا كم سعر في اليوم امشي عليه. هو صراحه جربت مره بس وانا بالجامعه. <applause> انا بسمع عن الكيتو دايت آه، يعني هو الحاجه الوحيده اللي سمعت عنها آه، في ناس مثلا بيعتمدوا على يعني شرب الماء مثلا اكثر يعني ويقللوا الوجبات آه، في ناس انه مثلا ما بيتعشوا مثلا و يعني بياخذوا وجبات صغيره بس خلال اليوم، اللوكارب انا شايفه برضو من ال... من الدايت كويس جدا آه... لان الكرب عاده بيتحول لدهون هو صراحه انا كثير بسمع عن انواع دايت آه ما بعرف الكنتا او إشي... يعني كثير بسمع بس ما بقرا يعني I'm not interested صراحه كثير لانه بحاول قد أن ما بقدر انه احافظ يعني يوم بيومه انه ما بتبع دايت او شيء معين تدبيس الاذن ما شيء يعني ما شيء يعني مفيد لانه ما بياثر على طول على جسم الانسان بشكل مباشر، فالواحد لازم يلتزم بتمارين رياضيه بشكل محدد، لازم يلتزم بنظام غذائي محدد. ليا اصحابي مش عاملين تدبيس بس عاملين تكميم. اه طبعا فعالة جدا يعني انا واحده صاحبتي من 140 ل 40 كيلو. أنا بحس إنه لازم الإشي يكون منتلي أكثر من إنه تدبيس أو قص أو هيك يعني بحس لازم يكون الواحد يفكر شو بده ياكل باليوم ويحدد كميات مش انه اي شيء ياكل وبعدين بصير يفكر بدي اعمل دايت واخسر وزني لازم يكون عندك اراده وعندك الرغبه نفسك تعملي كده يعني ان انت تكملي حياتك الصحيه مش بالتدبيس المعده ولا الكلام ده خالص انا ضده تماما 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 يعني انا طبعا قاعده اضحك مش على التغريد قاعده اضحك مع الشيف حيات على شيء ثاني احنا راح نسال فيه ولكن تعليقكم يعني ضيوفي على التقرير اللي قاعد نشوفه اليوم الكل قاعد يتكلم عن دايت وانه اتبع او ما اتبع بين اي او لا فايش رايكم في الكلام اللي قالوه اليوم؟ يمكن احنا اللي زعلنا لما نشوف مثل هذا الكلام فكره ان النظام الغذائي او الدايت قاعد تصير هبه كون صح. هناك وعي او ادراك بارتباطها وعلاقتها بالصحه بالمرتبه الاولى صحيح. قبل لا افكر اني انا ابي دايت او ابي اضعف او ابي امتن لازم افكر هل هالشيء راح ينعكس على صحتي وشنو راح ينعكس على صحتي؟ شنو راح احس بشيء ملموس في صحتي؟ شنو اللي بيتبدل في صحتي؟ وشنو راح اعرف ان هناك هذه التغييرات او التبديلات على صعيد الصحه. نعم. شيف حياة؟ أه والله هي أيد كلامها لأول مرة صراحة <applause> لأن أه لابد ان انا اشوف اللي بعد. ان انا بسوي دايت شنو هو بعده شنو هو فائدتي شنو هو هدفي هل هدفي ان انا مثلا ان انا اعيش بصحه افضل هل ان انا ابي دايت ابي اسوي الدايت لان انا عندي مناسبه وعقب المناسبه راح اترك الدايت واترك الدنيا وازيد اضعاف الـ الـ الوزن اللي انا خسرته مثلها مثل ما قالت صراحه طيب لا بد انه يكون في اخصائيه هي يعني اليوم لما نشوف كثير من الناس فعلا قاعدين كل يوم يعني انا اعرف وحده كل ما تشوفها أقولها اقول لها ها شنو النظام اللي متبعته اليوم مره تقول لي كيتو مره تقول لي صيام متقطع مر يعني شفتها ثلاث مرات في الاسبوع كل مره تقول لي ان هي تتبع نظام انا ما ادري هي تقص علي ولا تقول لي صد. <applause> بس في ناس فعلا مثلها وقاعدين يقولوا خلاص انا جربت كل الانظمه وما في نظام انا ضعفت عليه هو مساله مش انها ضعفت عليه ما التزمت فيه إيه. فبالتالي راح تاخذ قرار اللجوء الى ايش؟ العمليات الجراحيه فهل فعلا آه هذا الشيء صحيح سليم؟ شوفي بعض الناس الحين صار عندها هوس في نزول الوزن حتى لما يوصلون للوزن المثالي يطلبون اكثر واكثر انهم يعني آه يصير عندهم نفس الهوس. آه اهم شيء ان النظام اللي احنا نتبعه آه ما ما ياثر على حالتي الجسديه او النفسيه وما يسبب لي تقلبات بالمزاج يغير حالتي الصحيه للافضل بالنسبه حق العمليات العمليات لها شروط اوكي اذا طبقت على المريض ممكن انه يلجا للقص لكن هذا يخليها اخر الحلول لأنه بعد 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 العمليات القص بعد الواحد راح يلتزم بنظام نظام غذائي, معين نظام صحيح. لكن من انه يرجع حق نظام الغذاء اللي هو قبل القص ما ما عدله راح يرجع يزيد الوزن وفي حالات كثيره شفتها في العياده ان وزنهم رجع نفس عمل نفس يعني نفس الوزن قبل القص قبل لأن قاعد مستمر في الاكل صحيح. هل اللي قاعد نتكلم عنه اليوم ان الدايت اللي قاعده اتبعه انا المفروض انا اعتبره نمط حياه صحي مش نظام غذائي مؤقت اتبعه لمناسبه ما او عشان بس ان انا اطلع شكلي حلو وعشان البس لبس اصغر من اللبس اللي انا كنت البسه قبل. استاذه غرور ايضا في انظمه الشربات يمكن سمعت عن شوربه الملفوف او ان انا احط خل التفاح في الماي الصبح اشرب لي لتر او لترين ان في خل تفاح او مثلا نظام الكافيين، هل الانظمه هذه ايضا داخله من ضمن الانظمه الغذائيه اللي ممكن انتم توجهون لها الجمهور؟ ابدا هذه الانواع من الانظمه احنا ما نأيدها بشكل خاص ارجع لنظريتنا الاولى اللي هي كانت ان احنا نمشي على نظام غذائي بكل المجموعات الغذائيه ويكون متوازن وفي نفس التوقيت احنا قادرين على الاستمراريه فيه وعليه لتحقيق الهدف الصحي من خلاله. جميل، شيف حياة طبعا انت ما شاء الله شيف ومعروفه ان انت يعني تحبين او مشهوره بالاكلات الشعبيه، فايش الخضار انت يعني شلون تنقين مثلا اليوم؟ شفت تنقين الخضار المناسبه حق اي طبخه هل تتوجهين الى الاسواق اللي تبيع مثلا الخضار الاورجانيك اللي هي طبيعيه او تت... يعني تاخذين اي خضار وخلاص وهل فعلا هي تاثر على جسم الانسان في السمنه طبعا في خضار يكون مرتفع فيها نسبه السكر في خضار مرتفع فيها نسبه الكارب فاحنا نقلل من كميتها ناكلها باعتدال نقلل من كميتها لما لما نروح مثلا للبطاطا البطاطا من الاكلات الاشياء اللي احنا نحبها أيوة. سواء كنا صغار كنا كبار ما تعين فينا لا فرنش فرايز نلاقينا مش بوتيتو هاي الاشياء يعني صراحه تعتبر يعني سعاده لما صحيح. تاكلينها تشعرين بالسعاده طيب انا ادري ان هذه فيها نسبه عاليه من الكارز انا راح اقلل كميتها راح اطبخها بطريقه صحيه احافظ فيها على المعادن والفيتامينات الموجوده فيها سواء سلكتها سواء طبختها على البخار ابتعد قدر الامكان عن موضوع القلي في الزيت ممكن انا استبدلها بطبخه على الاير فراير مثلا او بالشوي كليتها وطاب وايضا ضليت وحافظت على صحتي الجزر مثلا من الاشياء نسبه نسبه الكاربس فيها عاليه ايضا فيها السكر السكر بعد عالي لان الجزر حلو. في ناس ما يغ... ما يتقبلونه لكن اهو يعني دخلينا في نظامنا الغذائي ايضا شيء جيد يعني. نعم. خاصه لما نسوي اصابع الجزر بدل ما اقلي بطاطا ممكن انا اقلي بالاير فراير اصابع جزر. او حتى البطاطا الحلوه بعد او البطاطا الحلوه حقيقة. نعم. فيها <applause> كميه معادن، فيها كميه فيتامينات وايضا راح استغني عن فكره البطاطا اللي مليانه كربوهيدرات. عندك الفاصوليا ايضا من الفاصوليا ممكن انا استغني عن البطاطا بالفاصوليا ان انا اسوي الشبس بالفاصوليا مثلا أقليها بالاير فراير تصير مقرمشه اقدم معها الدبس قليل السعرات الحراريه بتصير وجبه غذائيه تغنيني عن ان انا اكل شيبس واحط حداه مله مايونيز ومله كاتشب صح؟ صحيح آه، الخضروات آه، سواء كانت اورجانيك ولا كانت الخضروات العاديه في النهايه كلها خضروات يعني كلها خضر. ايوه ولكنها هي عباره عن توجهات هي مضاف لها, لها اسمده اي مضاف لها اسمده او ثانية بدون اسمده يعني هي طبيعيه بدون شيء الاكل نعم. اكل الخضروات باعتدال الاشياء اللي نحبها ونطبخها بالطريقه اللي نحبها راح نستفيد منها ومن قيمتها الغذائيه بالاضافه الى ان احنا نحافظ على وزننا يا سلام أستاذ هيا اليوم شنو اللي يخلي مثلا اي شخص يجيك اليوم وانت اعطيتيه نظام غذائي معين انه يلخبط او يطلع من النظام الغذائي او يقول لك انا تعبت وزهقت شوفي لي نظام غذائي ثاني. اول شيء النظام اللي احنا دائما نوفره يكون في بدائل فالشخص اللي اللي, نعم. اللي تبعه ما راح يتمله لأنه عنده كذا بدائل يعني مثلا مثل ما تفضلت مثلا, مثلاً الجزر ممكن نحن نستغني عنه بدل الجزر ممكن اعطيه كوسه ممكن اعطيه طماط ممكن يعني عرفتي في في خضروات ثانيه او في بدائل نعم. يعني احنا بس تكلمنا عن الخضروات بس في بدائل ثانيه مثلا الـ الـ مثلا الشخص اللي قدامي يحب العيش ما في مشكله يقدر ياكل عيش ما ما يحب العيش ممكن ياخذ خبز ممكن ياخذ مكرونه في بدائل فالنظام الغذاء اللي احنا دائما نعطيه للشخص اللي قدامنا يكون في بدائل يختار الشيء اللي اللي يحبه واللي فضله واللي باستطاعته انه هو يوفره بحيث انه هو ما يحس بحرمان نعم آه هاي بالنسبه حق الـ الـ الانظمه الغذائيه بعض المرات الضغوطات الخارجيه او الضغوطات الاجتماعيه مثلا انا خلاص الحين انا اتبع نظام غذائي آه معين آه يجيني حد لا ذوقي انا ما ابي اتبع ما باخذ يعني ما باكسر الدايت مالي او من الاخطاء اللي, اللي فيها ناس ممكن إيه. ان الضغوطات الخارجيه او الاجتماعيه خلينا نقول العزايم <تصفيق> ممكن هاي <applause> بس ما في مشكله اليوم مثلا انا خربت على وجبه معينه الحاول الوجبه اللي عقبها اقلل من السعرات الحراريه او الوجبه اللي عقبها في نفس الوقت احاول اني مثلا اتمرن ذاك اليوم او ابذل مجهود زياده مو بغلط ان الواحد يتذوق مثلا حلويات او كيك او اي نوع من انواع السويت لو انه هو تعرض لعزيمه مثلا واضطر انه هو يحلي يوم واحد بالاسبوع ما تضر بس احاول اني انا ارجع لنظامي اللي انا متعوده عليه اللي هو نظام صحي يكون فيه جميع المجموعات الغذائية الست اللي هي خضروات فواكه نشويات مجموعة البروتين اللي هو لحم دجاج والسمك البيض أو الجبنة اللبنة يعني حاولنا حاولنا خل كل العناصر المجموعات الغذائية من ضمن نعم من ضمن أكلي نعم. في نفس الوقت أبتعد عن المقليات والسكريات لو صار عادي أرجع حق النظام ثاني يوم نعم في ناس استاذه غرور يقول لك بعد يعني لو انا مرضت صدتني سخونه او انفلونزا او اي مرض ثاني في بعض الدكاتره ينصحون يقول لك انت يقول له دكتور انا اتبع نظام غذائي يقول لك لا لا تتبع النظام الغذائي طول ما انت مريض. هل هذا صحيح؟ مع انه دائما مع المرض او المصاحب للمرض ان الواحد ما يشتهي ياكل. لا يمكن النصيحه تكون بناء إنه على انه هو ما يشتهي ياكل. فيقول له اترك عنك مثلا النظام الغذائي وحاول انك تفتح شهيتك بانك اشرب شوربه ممكن اشرب شوربه شرب شرب <applause> او يعني حاول انك تستمتع بالاكل لانه يمكن مع المرض الانسان فعلا ما يشتهي انه ياكل او حتى يتبع اي نظام غذائي، لكن احنا دائما ننصح في حاله المرض بالعكس ان نعزز الجسم سواء بال مشروبات اللي تحتوي على الخضار، الفواكه، نعم. سواء بالاطعمه الغنيه بالبروتين، الكربوهيدرات عشان نرجع الطاقه للجسم. يمكن بعض الانظمه اللي هو يتبعها الشخص من نفسه يعني من هواه تكون فعلا يعني قاسيه وقاتله عشان كذا يمكن الدكتور يقول وقت. نصيحه كل يوم قاعد يشاهدنا اليوم غرور بخصوص الانظمه، ايش افضل الانظمه اللي تشوفينها اليوم موجوده انه ممكن يعني يتبعها الانسان، اعطيني مثال عليها وانه فعلا ممكن الانسان يعني يلاقي منها نتيجة أيضا يمكن ذكرت لنا نعم. أستاذة هيا فكرة الطبق المثالي أو النظام الغذائي المثالي لكن خليني أذكر شنو العادات اللي مهمة مع هذا النظام الغذائي نعم. يمكن وايد يغيب عن وعي النساء أو المتبعين للأنظمة الغذائية أهمية النوم ودائما أقول لهم أن النظام الغذائي الناجح بدون نوم أو ساعات نوم كافية ما راح يحقق الرقم أو الهدف اللي تبون توصلون له صح. في هرمونين لو احنا حاولنا ان احنا دائما ننام بدري او نتفادى السهر هرمون الشبع والجوع في جسم الانسان راح يتوازنون فبالتالي بخلونك اليوم الثاني محافظه على نظامك الغذائي. اللخبطه هذه اللي قاعد تصير في الهرمونين او ساعات السهر هذه اللي ممكن انت تسهرينها راح تاثر على كميه الطعام اللي نتناوله ثاني يوم وراح تخلي عندنا رغبه اكبر لتناول الكربوهيدرات. فدائما انصح متبعين الانظمه الغذائيه بشكل عام ركزوا على احتياجكم من النوم الكافي. بغض النظر عن النظام يعني. صح ما تبين بغض تصحين الناس تعطينهم. يمكن يعني هي عطتنا على يعني؟ على نظرية الصحن أو الماي بليت اللي هو يكون أيوة. فيها العناصر الغذائية الستة. فهي كانت تقولنا بالاضافة الى النظام الى طريقة الصحن اضافة النوم وأحب أضيف شرب الماي بعد. ان الواحد يحتاج يشرب ماي على الاقل لترين الى ثلاثة لتر بليوم. بس بعد انا بعد مصر انه غرور تقولي لي يعني نظام غذائي معين يعني ممكن تنصحين الناس اليوم اللي قاعدين يشاهدونه انه ممكن يتبعونه ولكن تحت اشراف مثلا اخصائيه بروح مع النظام الغذائي المتوازن بجميع المجموعات الغذائيه ممكن يكون هذا الاشمل والمتنوع واللي وصلني لهدفي بطريقه صحيه الى حد ما. مع اتباع طبعا نمط أكيد. صحي اكيد اللي هو النوم وشرب أحسن. الماء والرياضه. ما ننسى المحفزات يعني بنهايه الاسبوع هذه اذا انا احرق عصيدة اذا انا احرق عصيدة؟ <applause> عصيدة؟ ملت عصيده يوم الجمعه يعني <applause> أيوه يوم الجمعه لابد من المكافئات صح؟ احنا احنا مع المكافئات وقالتها كيكه يعني انا, انا, انا احب مواجئين. الاخصائيات اللي يكافئون الناس ترى يعني ملت العصيده <applause> اخر الاسبوع ملت العصيده اخر الاسبوع ترى هذه يعني مكافاه تعطيني حافز ان الاسبوع الجاي انا مو انتظم اللي انتظم وقصب عني بحاول ان انا انام ثمان ساعات اللي يمشي على دايت صراحه النوم شوي يكون عندها ملخبط, ملخبط يصير اقل لانه يكون جوعان ومو قادر ينام يعني يا اكل يا انام يعني واحده من الثنتين لابد ان انا طبعا في النهايه انا بلبي يعني نداء معدتي واروح اكل قبل انام <applause> بس ما ياكل عصيده بس ما باكل عصيده باكل شيء خفيف اكيد استاذه هي ايش النظام اللي تفضلينه انت ممكن فعلا يتبعون الناس؟ هل انت مع غرور ولا عندك نظام ممكن احد يتبعه؟ هو نظام غذائي متوازن يجمل يشمل على جميع العناصر الغذائيه او المجموعات الغذائيه الست <applause> برجع اعيدهم أيوة. اللي هو الخضروات والفواكه آه الالبان آه مجموعه اللحوم والدهون والنشويات. هذين العناصر الغذائيه الست لازم يكونون موجودين في نظام غذائي عشان انا ما احس بالحرمان. بالإضافة إلى شرب الماء والرياضة والابتعاد عن أي شيء مقلي نحاول نحن طريقة الطبخ تكون بطريقة صحية ما يكون فيها نسبه دهون عاليه اكيد <applause> 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 ولا سكريات ولا سكريات أيوة. اكيد طبعا انا اشكركم جزيل الشكر واستمتعنا فعلا بالحوار معاك اخصائيه غرور اخصائيه تغذيه في مؤسسه قطر والشيف حياه البحر وايضا اخصائيه تغذية في مؤسسه حمد الطبيه الاستاذه هيا العلي مشاهدينا اليوم مثل ما شفنا في تقاريرنا ايضا مع ضيفاتنا كثير من الحميات الغذائيه لليوم اليوم نتبعها هي متنوعة مثل ما ذكرنا في الحلقة هي أشياء غيض من فيض فشلون تختارين أنت الأنسب بينها لازم تمتلكين القدرة على تمييز الحميات الغير صحية من غيرها عشان تتجنبين أنك تطيحين في حمية ما تناسبك ويتم اتباع نظام غذائي متوازن يقوم على تغطية احتياجاتك ومساعدتك على اكتساب عادات إيجابية جديدة هو الحل والسبيل الوحيد عشان ينزل وزنك دون ما يضر بصحتك او يتعرض لاثار جانبيه غير مرغوبه او ترجعين للوزن اللي انت خسرتيه بعد التوقف عن الحميه. سعيده جدا بلقائكم عبر شاشه تلفزيون قطر من برنامج نون في الاسبوع القادم ان شاء الله نلتقيكم وحلقه جديده فمن لا.